مرحبا. انا من زمان، من يعني كثير من زمان بحب العب العاب فضاء. كان في ماستر اوف اوراين، كان في سينز اوف ذا سولار امباير، في العاب ثانيه كثير كمان، ديدلوك كمان من زمان. بس بعد كل هالايام اجت شركه بارادوكس عملت ستلاريس. ستلاريس اخذت كل الافكار الحلوه بكل هدول الالعاب اللي كانوا زمان عملتهم بجيم واحد، ولساتهم عم بيطوروا. طبعا هلا نحن ب 2020 بعد الفيدريشن اكسبانشن، حورجيكم الجيم كيف تلعب. راح ابلش باول شيء، راح اعملكم اللي هي نيو جيم، حورجيكم كيف تعملوا امبراطوري. طبعا امبراطوريات موجودين هون، هدول كلهم اللي عليهم ال شو هذا الطير، هدول انا عاملهم. تمام. طبعا فيك تجي تعمل واحده جديده. لما بتعمل واحده جديده دائما فيك تختار شكلهم للشعب تبعك اللي حيطلع. فيك تختار من هون مين اللي ايه، مثلا هون كمان شعب، في عندك كذا كذا تصنيف اذا حابين تغيره. مثلا ممكن يكون شغله حجريه، او ممكن يكون مثلا مثل فطر وهكذا. كمان فيك تحط الاسم، alright مثلا هذا هيك عملنا الاسم. تيجي تختار كمان اسماء السفن وهيك شو حيكون شكلهم، alright. حتيجي تختار تريتس، هدول حيعطوك بلس وماينس الاشياء موجوده بالجيم. فمثلا 15% minerals from jobs، اوكي. physics هاي كلها هلا بتبين لما اشرح الجيم. نيمن كلاس حتختار هون وتختار الكوكب. city appearance شكل السهل هاي. origin هاي ضافوها من جديد، بداياتك من وين. فهي البدايات العاديه، او ممكن تعمل بدايات مثلا بعد ما تدمر العالم وكذا، انت طالع من العالم هذا المدمر، اوكي. government and ethics بتيجي هون، هاي كمان مهمه. طبعا في هون كمان عندك tree of life، ما بعرف شو كل واحدة فيهم شكل بدك تقعد تقراهم. اوكي، government and ethics هون بتيجي بتختار الحكومه تبعك، الدوله تبعك، افكارهم وين. فمثلا هون مثلا متدينين، ففي عندك متدين شوي ومتدين كتير. طبعا هي حتكلفك 2 بوينتس، انت عندك 3 بوينت تصرفون اذا مثلا عملت هذا التدين، وهذا اللي هو انك انت ماتيريالست، يعني اللي هي مثل الحاد بس بيحب المصاري والاشياء هي. ففيك تجي هون تاخذ هي. طبعا هذا بيلغي هذا. نفس الشيء هون اللي هو مستعد يعمل علاقات مقابل انه مستعد ما بيحب يعمل علاقات. هون authoritarian يعني بيحب يعمل اللي هو يكون في حاكم واحد وكذا، مقابل انه يكون في تساوي بين الناس، اوكي. تيجي تختار هدول. بعد ما تختار هدول فيك تيجي تختار الحكومه تبعك. فمثلا هلا لاحظوا هون انا حاطط egalitarian، يعني بدك ديموكراسي او كذا. بتيجي هون تختار بدك ديموكراسي او اوليغاركي، اللي هي مثل الديموكراسي بس كل 20 سنة لتجيب الرولر الجديد، هذا كل 10 سنين. تمام؟ زائد كل واحدة منهم حتعطيك هون سيفكس، أشياء فيك تختارها. طبعاً تختار منهم اثنين، كمان بيعطوك اكسترا شغلات، ادكت كوست، كذا كذا كذا. أنا ما حقعد اشرح هدول شو هنين، لأنه لما تلعب الجيم حتبين. بس الجيم تقريباً كلياتها هي خيارات، وهي الخيارات في إلى تفصيل. مثلاً هي 20% للإدكت، هي افيلبل انفويس، الانفويز هنن الدبلوماسيين بتبعتهم حتى يعملوا دبلوماسي وهيك. دكتاتور اللي هو تنتخب واحد وهذا بيضل طول وقته، ماشي. او امبيريال اللي هو الاب بيورث للابن وهكذا. تمام، حلو. فهلا مثلا حنعمل هاي نيكست. تجي ادفايزر فويس، هون الصوت بس مشان تشوف اذا حابب تسمع صوته. تمام، هون تسمي الامباير تبعك، بتسميها، بتحط له اسم. فيك تسمي الاسم اللي بدك اياه، فيك تغير شكل العلم اللي هون، تلونه وهكذا. شيب ابييرنس شكل السفن تبعك من هون، طبعا ما في غير هدول السته. رولر هتقدر تسمي الاسم الشخصيه اللي هي الاساسيه تبعك الاولاني، وبعدين فيك تحط التايتل والتايتلز وهي الاشياء. بعدين بتسيف. اذا سيفت هذا بيصير عندك موجود هون، اوكي. انا ما حاعمل له سيف، انا بس كنت عم ورجيكم. وحيصير عندك هاد، فيك تحطه انه يا اما شيله من الليسته، يا اما خليه انه ممكن يطلع او لازم يطلع. تمام، فانت فيك تختار هون
اذا حابب يطلع لك بالجيم تبعك انك ايه هدول اللي انت سويتهم حتلعب ضدهم. طبعا فيك تختار واحد فيهم تلعب فيه. فهلا نحن حنلعب نكمل وحنختار هاي مثلا اللي هي United Nations of Earth اللي هن Humans وعاملين مثل الفيدريشن بستار تريك اللي هن بيحبوا كل الالينز وبدهم يعملوا معهم يتحدوا معهم ويعملوا دوله كبيره وما بعرف شو. اوكي هلا في كمان بالمقابل فيك تعمل مثلا مثل هدول سليفرز بيروحوا بي 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 بدهم يسيطروا على الناس او عندهم حتى في عندهم ريس معهم هو مثل الالينز تابعين لهم عبيد بيشغلوهم غصبا عنهم. تمام هدول مثلا وان مايند امباث هدول عندهم شجره وعايشين حواليها وكذا ففيك كمان تقعد تظبط هاي الاشياء فايتس اتس نايس. والحلو بهي الجيم انه هن قصص في ستوريز كل مره بتلعب الجيم في الى ستوري طبعا على حسب كمان مين اختار. فهلا مثلا خلينا ناخذ هدول الهيومنز طبعا ما حاعمل شغلات غريبه ايليينز وهذا حنلعب بالهيومنز نعمل نكست حنزل هذا للواحد وهذا للواحد. اوكي شو هدول عندك الحجم الهاي عدد الايليينز اللي ضدك كم واحد عندهم ادفانسد ستارت يعني بدايتهم ادفانسد يعني بلشين اسرع منك واقوى منك كذا. لا انا حخليهم كلهم نفس المتساويين. مارادر امبايرز هدول موجودين مثل بس بي 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 مثل بايرتس يعني اوكي حيكونوا موجودين اللي بيدفعلهم بيحاربوا معه. تك تراديشن كوست فولينج امبايرز اللي هن دول موجوده من زمان كتير قوايا وبس مع الوقت خلص انه ملوا ما عاد بدهم يعملوا قصاص وهيك ممكن نحط ثلاثه منهم. اوكي تك تراديشن هذا قديش حقه كذا كذا كذا. في شيء اسمه كرايسيس الكرايسيس هي شغله بتصير بالمستقبل ممكن تكون انه يجوا ايليينز من عالم تاني يهاجموكم او من 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 بعد اخر او ما بعرف شو في الف شغله. هون الديفيكولتي والسكيلينج وكذا 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 كله موجود. تمام ان انيبلد اي اي بونسز فروم ذا ديفيكولتي سكيلز اب ان تايم ستارتنج فروم زيرو اند ريشينج ذا ماكسيمم فبتصير اللعبه اصعب فبتخليك انت شوي شوي تصير في كتير اوبشنز كتير كتير كتير. المهم هايبر لين دنسيتي هذا قديش خلينا نعمل بلاي هلا هون نشوف الموضوع. طبعا هلا تولود الماب اوكي وحيصير انه بالبدايه حيعطيك قصه تبع العالم تبعك انه بروسبرس يونيفيكيشن هي القصه هي انه الشعب تبعك كيف بدايته من وين اجى انه اكي اتحدوا الناس وصاروا عالم واحد وهلا بدهم يطلعوا على الفضاء فما عاد في دول امريكا ومدري مين والعرب وهذا خلص كلهم صاروا دولة واحدة وقلن رئيس وهذا الرئيس منتخب وهلأ بلشوا بدهم يطلعوا كذا. في هون صار شغلة بسنة 88 ما بعرف شو ما بعرف شو هلأ بلنا نطلع ونعمل العالم تبعنا. تمام طيب هذا هاي هي السولار سيستم طبعا هون فيك تشوف المريخ عطارد هاي عطارد وهي الزهرة وهون الأرض المريخ كذا وهذا الاسترويد بيلت. في الاسترويد بيلت اللي برا اللي هي مثل تلج موجود هذا الشيء وهذا موجود كمان بين المريخ والمشتري. تمام هي المشتري وهي المريخ وهذا الخط. فهدول فيهم مثل استرويدز كبار فيك تجي وتعمل لهم مايننج. هلا لاحظ تحت الاسترويد هون في هذا الشيء هذا معناته فيك تعمل ستيشن على هاي وتطلع هدول الاثنين. نفس الشيء هون مثلا هذا جانيميد عليه هاي فهذا الجير ثلاثة. هلا بحكي عن الريسورسز هدول ساينس اورايت تكتبني هون ستيشنز وكذا فخليهم هلا ما حنعملهم حنعمل هدول الثلاثة هدول. دائما بهي الجيم تطلع على فوق بتشوف هذا السطر اللي هون هذا بيقول لك شو الشيء اللي لازم انت تطلع عليه الشيء المهم اللي لازم تطلع عليه. فمثلا حنيجي اقول فيزيكس ريسيرش عندك ثلاث خطوط بتمشي فيهم بالريسيرش دائما بالابحاث. فيزيكس اللي هي فيزيكس فيزياي سوسايتي اللي هي العلوم الاجتماعية والانجينيرينج علوم الهندسية. تمام فهلا احنا عم نعمل الفيزيكس هلا هذا هو الشخصية اللي عندي وهذا الشخصية عنده بوست لهذا النوع من العلوم 15% للفيلد مانيبيليشن يعني اذا في واحدة من هدول عليها هاي الايكون هياخد عليها 15% زيادة. فمثلا اذا عملت هاي تاخد 95 مانث هاي بدها 2000 بوينت البوينتس هن هون عندي 20 بوينت لكل واحدة ما عدا الانجينيرينج 23 هلا بشرح لكم ليش. فهلا 2020 يعني 100 95 اخذينه هون تخلص هاي ب 95 شهر لحتى تخلص
إذا أجيت هذا 95 هذا 95 بس هلا إذا حطيت هاي هون هتصير 83 لأنه هذا عنده 15% ديسكاونت لأنه هذا عم يعمل البحث تمام. هذا بيعيش 25% زيادة. هلا إذا بتيجي تطلع الساينتست في إلو إيج هذا عمره 28 يعني بيموت على 8 تمام. بس هاد ممكن يموت على 100 أو على الأكثر يمكن من 100 لأنه عنده عمره هلا هو 32 بس هيعيش أكثر لأنه عنده هاي alright. فبس هلا هذا بدنا نعمله بحث، هنعمل بحث لهي planetary unification. ليش؟ لأنه أنا بدي اليونيتي. هلا بشرح لكم شو يعني يونيتي. هتعطيني يونيتي وإدكت إنجينيرينج هنطلع هاد، هنعطي واحد من هدول. رح أعطي هاد لأنه أنا بدي هاي هتفتح لي شيء اسمه روبوتكس. لما تشوف هذا الشعار هون معناته هتفتح لك تشين. هاي لحالة هاي ما بتفتح شيء أوكي، هاي بتفتح تشين تبع الروبوتكس. اللعبة ما فيها تك تري، بس التك تري ما بيورجيك يا هو هيدن. جزء من تصميم اللعبة على أساس أنه عم تكتشف الأشياء أنت، مو لحالة بتطلع لك، يعني مو أنت عم تقرر وين تروح، انه هي اوكي العالم جديد وكذا وكذا وعم تكتشف الاشياء. فهي حتعطيني ارمي دامج بلس 5 و5% مينرالز، وحتسمح لي اعمل روبوتكس لقدام، والروبوتكس هن الجيدين انه فيني شغلهم عندي. طيب هذا الساينس شيب. هلا خلصنا هدول، هنفتح نطلع بهذا لبرا وحنشوف المجره كامله من هون. طيب هلا اللي حيصير، اذا انت شايف هون السول هذا هو المجموعه الشمسيه وفي عليها هدول الأرقام اللي تحت 3-2-2، هاي معناتها هدول موجود في ريسورسز اللي هنا موجودين فوق شايفينهم تمام، موجودين بهاي ومو لسه عمليهم أي شيء ممكن استخرجهم. فممكن أنا شغل شيء لأستخرجهم. كيف؟ تأخذ هاي الكونستركتر ماشي، تأخذ الكونستركتر وبتدور على وين، على المكان. مثلا ساتن هون عليه 2، عليه 2 لحتى تطلع هدول الجيرز. أو هون هذا جوبيتر عليه 3، فينا نعمل هون ستيشن تصير تستخرج الثلاثه هدول وبنضافوا للعدد الموجود هون، ف 35 و3 38 اوكي. اذا بتيجي بتطلع هون هذا ريسيرش 20 ب 20 ب 23 حسب طبعا فيزيكس وسوشيال وانجينيرينج. ال 23 هاي اذا بتطلع عليها هون 3 شايف، هاي 3 الزيادة. هلا في واحد هون باثنين، اذا عملته بصير عندي زائد 25 وهكذا. كل ما عم تتوسع الامبراطورية تبعك كل ما هدول الارقام بتزيد او بتنقص. طبعا هذا انرجي مينرالز بتستعملها لتبني مباني واشياء، هذا الفود مشان الطعم الشعب، هذا اسمه كونسيومر جود، هذا للشعب، اشياء بيستهلكها الشعب لحتى يكون عايش يعني يضل عايش، مثل الاشياء اللي انت بتستهلكها، مواد مستهلكة تبع كل يوم. فيك تبني مصانع والمصانع هاي بتنتج هاي الاشياء. الويز هذا بشان تبني فيها سفن ومحطات فضائيه اوكي. هذا اسمه انفلونس، هذا بتستعمله لحتى تعمل اشياء دبلوماسيه وتعمل قرارات اللي بتخص الدوله. هذا يونيتي، اليونيتي بيفتح لك شيء اسمه تراديشنز، فهذا بيغير الطريقه اللي بتتجه فيها الدوله تبعك. فمثلا الدوله تبعك بتحب الاستكشاف فبتحطها بتعمل ادابت، الدبلوماسي بتعمل ادابت هون، سوبريمسي انك انت عسكري وهذا بتحطه هون، expansion لحتى تبني كواكب تانية، domination prosperity harmony. فكل واحدة منهم حتروح باتجاه معين. هلا انت عادة بالجيم الواحدة حتخلص 4 أو 5 من هدول اذا كنت يعني كتير شاطئ، فممكن تخلص منهم بالبداية يعني بتركز بواحدة بس تخلصها، بس تفتحها بتعمل لها adopt حتاخد البوينت اللي فوق اللي مكتوبة فوق adoption effect، وفي تحت finisher effect. finisher يعني لما تخلص كل اللي موجودين جوا ماشي، حتاخذ الشيء اللي مكتوب فوق بعدين حتاخذ الشيء المكتوب تحت، بعدين بتقدر تخلص واحده واحده. هلا ما حناكل هم هي، لقدام حنشوفها. في عندك هون كمان اللي هي السبيشال ستاف واستراتيجيك جودز، هدول اشياء فيك تلاقيهم مثل دارك ماتر وزرو ما بعرف شو، هي اشياء بتلاقيها بالكواكب الثانيه فيك تستعملها لتظبط اشياء خاصه، شيء له علاقه بالاسلحه، شيء له علاقه بالبناء، شيء له علاقه بالانرجي، يعني مع الوقت بتستكشفها وحلاوتها انه في قصص شلون بتلاقي هاي الاشياء. طيب خلينا نطلع برا ونورجيكم. قبل ما نورجيكم برا خلينا نشوف هون، هون هاي اسمها امباير سبرول. امباير سبرول معناها قديش العالم تبعك الامبراطورية تبعك منتشرة. كل ما بنيت ديستريكت
جوا مدينة جوا كوكب، هلا بحكي لكم شو يعني، او سيستم يعني حط بني وسعت الحدود تبعك او بنيت مستعمرات جديده. اوكي، وكل ما يزيد عندك السكان هذا الرقم حيزيد. هذا الرقم اذا وصل فوق ال50 بتضلك مكمل عادي، بس بيصير عليك بينالتيز. تمام، يعني بتصير مثلا الريسيرش بيصير اصعب، التريد المصاري اللي عم تجمع، البرودكشن اصعب. اوكي، هاي اسمها السبرول. هدول الانفويز عندك أربعة. هلا بالبدايه عاده بيكون عندك اثنين، بس لاني عم بلعب بالهيومنز عندي أربعة. هدول بتبعتهم للدول الثانيه، هلا بفرجيكم كيف. بس يفتح دوله بمرجيكم. هاي البوبوليشن تبعك 32، 32 موزعين على الكواكب هدول. طبعا حتلاقي انه كلهم بهاي، انه ما عندي غير كوكب واحد. هذا ستار بيس كاباسيتي، كم ستار بيس فيك تبني. هدول ستار بيسز. تمام، هاي الستار بيس. فينا فيك حتى تغير اسمه، اي شيء بالجيم تقدر تغير اسمه. بيس 1 هي على اساس انه الاولانيه اللي باول هاي. طيب وهذا النيفل كاباسيتي، هذا كم عدد السفن اللي فيك، او عدد السفن اللي فيك يكون عندك. هلا فيك يكون عندك 20، وعلى وطبعا السفن لهم مقاسات، ففي سفينه صغيره بواحد، في سفينه باثنين، في سفينه باربعه، وهكذا الامور بتكبر مع الوقت. اوكي، بس هي كميه السفن اللي فيك تكون عندك. طبعا كل واحدة لها وزن، بدك تتذكر هذا الشيء. طيب حلو، هدول هن الشغلات اللي فوق. في عندك هون كمان اوبشنز كتير، بس هدول حنجي عليهم ونحن عم نلعب. طيب حنجي هلا بدنا نعمل النكست ستيب. شو هي؟ حتاخذ الساينس شيب. الساينس شيب دائما فيها شخص اللي هو الساينتست. كل ما كان ليفله اعلى طبعا بياخذ اكسبيرينس، كل ما كان ليفله اعلى بتصير قوته اكثر. فهلا هو عم يزيد الريسيرش سبيد باثنين، والسيرفي سبيد بعشرة، والاركيولوجي سبيد بواحد، والسبيشال ابيليتي تبعه انه السيرفي سبيد زائد 25. اوكي، فهي السفينه وهي عم تعمل سيرفي حتعمل 25 زياده. شو يعني سيرفي؟ حتكبس على واحدة من النجمات هدول وتعمل سيرفي. اكسبلور بس حيروح عليها ويوقف، سيرفي حيروح ويصير يستكشف الكواكب. فخلينا نعمل سيرفي ونشوف شو حتعمل. اوكي، هذا اول شيء عملناه. كونستراكشن شيب، هذا حيبني اشياء. هتيجي تعمل رايت كليك وتقول مايننج ستيشنز. مايننج ستيشنز هياخد اللي هو الانرجي او الاور او المينرال، والريسيرش هياخد اللي هي هاي الاشياء اللي هي الجيرز، السوشيال والفيزيكس والانجينيرينج. فنحن حاليا ما عندنا غير 100 اور اللي هن هدول، وحيزيدوا 25 كل شهر. طبعا هذا العداد الزمن هون، كل شهر حنزيد هذا الرقم اللي مكتوب. اوكي، فهذا معناته بنتظر 4 شهور ليصير عندي 200، او فيني ابني ريسيرش ستيشن هلا. راح ما حابني شيء، حاتركه وخلينا نجمع. تمام، هلا اللي حاعمله هو اني حاجي لهون وحابني هاي الستار بيس. الستار بيس اذا بتيجي تطلع عليها في الى ديتيلز طبعا اذا حابب تشوف. هدول مو مهمين كتير، هدول قديش التكنولوجي وشو الاشياء المركبه. هدول طبعا بيتغيروا مع الوقت. اوكي، لما تكتشف اشياء جديده بتركبها هون، ما في داعي تاكل همها، هي لحالها بتعمل ابجريد. بس انه اذا حابب تفهم شو التفاصيل موجوده هلا عندك تريد راوتس. بيورجيك عندك هون اذا بتيجي تطلع حكبس الت. تمام، تحت في هي ال14، هي معناتها هون في 14 تريد. هدول مثلهم مثل الانرجي، بس لازم يكون عندك ستار بيس لتلمه. فهلا في ستار بيس هون وعم تاخذ ال14 تريد هدول. فهدول موجودين، هاي تريد. هلا عندك هدول المباني موجودين هون، تقدر تبنيهم طبعا مع الوقت. كمان حنشوف ستار بيس تاني اكيد. بعدين حنيجي على الديفنسز، هدول فيك تبني دفاعات بتحارب اذا حدا هاجم عليك. بكل اختصار يعني ما بده شيء. طبعا مع الوقت فيك تحط ديفنسز جديده. وهون الشيبيارد، الشيبيارد حتيجي تقول انا بدي كورفيت. هي ميلتري، ليك عليها شعار ميلتري. هاي كونستراكشن، هاي كولوني، وهاي ساينس. انا حعمل ساينس شيب تاني مشان انتشر بسرعه واستكشف اكثر، مشان يكون عندي قرار وين بدي اروح بعدين اسهل. اوكي، بعدين حعمل سبيس بار حتى يكمل الجيم. طبعا الجيم هاي اذا بتيجي تطلع عليها، انا حعمل زوم. هذا كله بالريل تايم، انت عم تشوف كل شيء، كل شيء عم يمشي يعني بالزمن مزبوط. انت بس تعمل سبيس بتوقف، تعمل قراراتك بعدين بتكمل. اوكي، ممكن تعمل قراراتك والدنيا ماشي عادي. طبعا كمان فيك تسرع الجيم وتخليها مشان تصير دور اكثر.
شوفوا كيف الجرافيكس تبعها رهيبة. هذا كله in real time، الأشياء اللي عم تدور وكذا والسفن وهذا وكل القصص هاي عم تمشي بالreal time. هذه الشغلة أنا شفتها بسينز اوف ذا سولار امباير أول مرة وعجبتني كتير، أخذوها الفكرة وحطوها هون بدل ما تعمل دور next next next، هي شغالة بزمن واحد. طيب هذا وصل لهون وحيلاقي لقى هذا الكوكب، طبعا هذا الخط هو وين حيعمل الأشياء تبعه، فهو حيمر عليهم كوكب كوكب ويستكشف شو في عليه. ممكن يلاقي عليه ريسورسز، ممكن يلاقي انه في واحد من دول الكواكب ممكن يسكن فيه اللي هو حيكون اخر واحد. اوكي لانه بعرف انه لانه في مي شايفين. وممكن كمان يلاقي فيه اشياء تانية مثل ايفنتس، هدول الايفنتس بغيروا اتجاه العالم تبعك. اوكي ما علينا، ساينس شيب حنضطر نشتري له ليدر. اوكي عندك هدول ثلاثه كل واحد حقه 200، ما معناه حق ولا واحد، فشو حنعمل؟ حنروح السوق. السوق تقدر تروح وتبيع أشياء من عندك، تعمل سل أو باي. فأنا حأعمل سل للفود، عندي فود كتير ما بحتاجه كله، هذا راح أبيع الفود وأخذ مصاري، وبالمصاري راح أشتري واحد جديد. فممكن هون في عمره وهذا السكيل ليفل وهذا التريتس. التريتس هون anomaly research speed حيلزمني هذا لحتى أعمل ساينس شيب. التانيين إذا بتشوف هدول عليهم أيقونات خضراء ومدري شو، هدول عادة كويسين بالبيس. اوكي نطلعوا هاد. طيب هلا بلش يمشوا وشغالين وكذا، لاحظوا هلا لا وصلنا للميتين يعني، فصار فيني اعمل اللي هي هاي، رح اعمل مايننج هون، مايننج ستيشنز، هيطلع لي بلس 2 بلس 3 على الاور ويل انرجي. اوكي هون بلش يستكشف، هلا هذا كمان حيعمل استكشاف هون شايفين، وعم يحاول يطلع لي الاشياء اللي موجوده بهذا الكوكب. هلا حتضل لك تكمل الجيم وحتخليه تكمل هلا، وحنشوف شو بدنا نوصل لمكان ثاني. هلا في شغله مهمه كتير هون، في عندك ايدكتس، في بوليسيز وايدكتس، هذول الاثنين تمام. راح اروح على ايدكتس هون، قرارات فيك تعملها مثل باشتان، يعني بالشام بيقولوا باشتان او هو بالعصملي باشتان، يعني حتروح وتقول مثلا انا حاصرف 80 انفلونس لاعمل فورتيفايد بوردر، او 80 انفلونس encourage political thought، هذا بيخلي الناس تفكر لحالها وتطلع افكار جديده، هذا ممكن تغير سياسه الدوله تبعك. اوكي هلا انا بما اني بختار دوله سياسيه مو قمع وهيك، ف هتلاقي انه في ناس بتختلف بالافكار، كل واحد عنده افكار مختلفه. واحد بيقول لك لا لازم نقمع الالينز، لا سكر ما بدنا الالينز، واحد بيقول لك اي بدنا الالينز، وبدك تحاول انك تحاول توازن بيناتهم تمام. فهي واحدة من الأشياء اللي فيك تنشر أنت الأفكار الجديدة في المجتمع، إنه أوكي يلا يا جماعة روحوا فكروا، مثل الغريق بزمانهم هيك كانوا. طيب هلا حنمشي الجيم شوي. طيب هلا اللي بدي أعمله، خليني أورجيكم الكوكب شلون بيمشي. هذا الكوكب، هذا إيرث، هذا اسم الكوكب أو مو نوع الكوكب، إمباير كابيتال. ولما يكون الكوكب له نوع لحاله بصير بيعطيك بوانس، فهون استابيليتي بلس 5. استابيليتي هي هاي قديش التوازن تبع المجتمع، فهذا بيأثر على الابروفر ريتنج تمام، يعني قديش الناس مبسوطة منك او لا، فهل هذا الكوكب وضعه كويس ولا لا. اوكي مكتوبة هون كلها استابيليتي ريتنج امينيتيز وغوفرنينج اثيكس اتراكشن، يعني كلياتهم حيحاولوا يصيروا، اي كل سكان هذا الكوكب حيحاولوا يتوجهوا للي هي التفكير تبع الحكومة. اوكي هذا الهابيتابيليتي، هابيتابيليتي يعني قديش هذا الشعب بيقدر يسكن بهذا الكوكب. فهلا 100، هلا حتلاقي انه في كواكب تانية حتلاقي هذا الرقم اقل، ممكن اكثر طبعا حسب انت وين بلشت، بس عاده اول كوكب 100 اكيد لانه كوكبك هذا. هون الجوفرنر هذا الحاكم تبع الكوكب. اوكي ليدر كوست ناقص 50% وليدر اب كيب ناقص 50%، فاي حدا طلعوا من هون حيعطيك لا هذا هو رخيص، فهذا حيكلفني مو مثل البقايا حيكلفني ارخص. وهونك طبعا كمان اول ليفل حيعطيك resources from job و empire sprawl pops، حيعطيك البوينتس الزياده crime minus 3. هون عندك الديستريكتس، لما تبني ديستريكت حتكبس هون وتعمل build، طبعا لازم تصرف شو، لازم تصرف اور اي حقه هون، حتعطيك plus 5 هون plus 1 شايف. هون مثلا انرجي حتعطيك بلس تكنيشنز وهاوزنج، هذا الهاوسز
وهذا هون مثلا كليرك جوب، واحدة كليرك جوب، هذا حيعطيك اثنين هاوسز واثنين تكنيشن جوب. تكنيشن بيطلع مصاري. هون الأحمر طبعا أحمر يعني مينرلز، نفس الشيء حيعطيك أور، هذا حيطلع فارمز، حيعطيك تو هاوسز واثنين هاوسز. طبعا حيلزمك البيوت هون مكتوبين لحتى تسكن ناس، فكل بيت بيسكن عدد معين من الناس على حسب. طبعا في له حسابات. فانت المهم هذا رقم لازم يكون اخضر، واذا ما كان اخضر حيطلع لك هون شعار انه احمر، معناته انه لازم انت تيجي تتصرف وتعمل بيوت للعالم. اوكي، هذا الامينيتيز اللي هي بتخلي الناس مبسوطه. كل ما كان في امينيتيز اكثر، كل ما كان الناس مبسوطه اكثر، كل ما ارتفع الابروفر ريتنج تبعك. اوكي، هذا العدد السكان هون، عدد السكان هون، وعدد البلانيت سايز هو 16، هاو ماني ديستريكتس ات كان سبورت. هذا فيه ياخذ 16 ديستريكت. طبعا كل ما كان في هاوزنج فيك تجيب بشر، كل ما بنيت هاوسز اكثر. هون كم شغل موجود وما حدا شغال فيه، وهون قديش الناس اللي مو ملاقي شغل. كيف هون بتصير بتفكر انك تبني شيء جديد. طيب نرجع على الديستريكتس مره ثانيه. طبعا هي التريد، وهون البرودكشن تبع البلانيت، كل الاشياء اللي عم يطلعها هذا البلانيت، واذا في شيء بالماينس بيطلع هون. ممكن البلانيت هذا عم يسحب من بلانيت ثانيه لحتى يعمل شيء. اوكي، مثلا الانرجي اللي عم تصرفه اكثر من اللي عم تستعمله، او مثلا يعني لحتى تطلع كونسيومر جودز لازمك يكون عندك مينرلز. اوكي، فاذا عندك الكونسيومر جودز اكثر من المينرلز حتلاقي الديفيسيت هون، فانت حتشوف وتقراها. اذا كان في اي ماينس حيطلع هون الماينس. طبعا هذا التريد فاليو، قديش التريد فاليو. هون حيورجيك هدول الاشياء، هي اللي هي الاراضي اللي موجوده عندك، سيكوريتي زون، ما بعرف شو. هدول حيحدد عدد ديستريكتس اللي موجودين. طبعا اذا انت عملت هاي، هدول مسكرين، هدول معناتها سبرولينج سلامز وكذا، بدك تدفع مصاري لتنظفهم لحتى تعمل لحتى توسع المكان. فهلا هون سلامز بتدفع 300 جولد بتشيله، فبصير عندك زياده ديستريكتس اكثر لحتى تبنيهم، هيك بتوسع الكوكب تبعك. هدول الصفر يعني فيك تعملون، اذا عليهم احمر يعني لازمك تكنولوجي لتفكها. تمام، فهيك بتحسبها هي. خلصنا هون. تمام، هون بتقدر تعمل اوتوميشن. اوتوميشن يعني خلي الكمبيوتر هو اللي يحدد شو تبني، بس هي لها شغله هلا حنجيب عليها بعد شوي، خليها هلا عاديه. طيب، هذا طبعا الكابيتال ما فيك تغيره هون. هذا بيخليك الديزيجنيشن انه تحدد هذا نوع الكوكب شو. فيك تقول هذا كوكب تجاري، هذا كوكب كذا، هذا بيعطيه البونس 7. اوكي، حنجي على هاي. هذا السيكتور، اوب سوري، هذا السيكتور حتجي وتحط حنحطه بالانس. هذا الحاكم حياخد المواد اللي موجوده بهذا السيكتور، اي شيء فائض حيستعمله ليبني اوتوماتيكيا. اوكي، حاليا نحن ما حنعمل هذا الشيء، عاملينه بدون ما يكون اوتو. طبعا الاوتو بتعمله من هذه الكبسه. تمام، فهون بتقدر تحدد كل الكواكب اللي بهذا السيكتور. طبعا السيكتور هو منطقه بالفضاء، طبعا انت بتتحدد مع الوقت شو هي الاتجاه، حتكون برودكشن، حتكون مانيفاكتشرينج، حتكون ريسيرش، انت بتحدد شو لازم يبني. طبعا هذا عدد الكواكب بالسيكتور، وهذا عدد السكان وعدد النجمات اللي بالسيكتور. اوكي، خلينا هلا نكمل نعمل فاست 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 فورورد. طبعا هون كونتيننتال وورلد، هدول عم يعملوا السيرفي تبعهم، عم يستكشفوا هذا هون اكتشفوا 3 ريسيرش فيزيكس، وهذا هون 2 جولد. حنعمل هون بيلد ريسيرش ستيشن ونوسع هذا الشيء. هلا ممكن اني اعمل ستار ساينس شيب ثالثه، نبلش كمان نستكشف بزياده، نسرع الاستكشاف. الاستكشاف كتير كويس. اوكي، حلو. هون لقينا aliens، discovery of alien life. لقينا شيء بكذا الكوكب، هذا الكوكب طلع فيه شغلات عايشة وكذا، ماشي. وهذا الكوكب له هلا خصوصيات، هلا بنشوف شو هي. دقيقة، نعمل هذا الساينس هون، نبعت هذا هيك. هاد لازمه ليدر، فحنشتري واحد جديد، هنحط هذا هاد لانه 36 سنة. ف ابعد عن انه الشيخوخه. طيب هذا هون ريسيرش، وحنحطه للسيرفي هون. هلا هدول كلهم حيطلعوا، ودائما القصص هون بتحكي لك انه ليكوا الاخبار انه الناس طلع في حياه بكواكب تانية ومدري شو مدري شو مدري شو. اوكي، فعم يحكي لك قصه الشعب هذا.
اوكي لقينا هوستايل فليت خلينا نشوف سنتشريز جو. اوكي طلع في مثل هاي ايفنتس تمام. هون طلع لي انه في شعوب تانية وهدول مثل هيك كهنه مدري شو وبس بس يعني مشكلجيه. وهلا هون هاجموا لي البيس تبعي شايفين هون هاي المعركه. ببساطه المعركه حعمل سلو فيري سلو حعمل هي اوكي ببساطه المعركه كل شيء موجود حيضرب مع بعض وبتصير الحسبه انه اذا تيجي تطلع هي الحسبه هي مين عنده اكثر تمام. طبعا هون حتشوف مين الليدر والسكيل تبعه وكذا كله هذا بينجمع وبتشوف مين حيكون اقوى. ف دامج اوتبوت والدامج اوتبوت والهيت ريشيو وقديش الاكيرسي وما بعرف شو وحتى هذا. هلا الحلو هون انه عندي هي البيس هون البيس هاي عم تحارب معهم فعلى الاغلب انا حفوز بهي المعركه تمام. فهي حتبلش ايفنت جديد اللي حيصير انه هدولك طبعا كله عم يتقاتلوا حيصير ايفنت جديد حيخليني يفتح لي شغلات حصير دور عليهم هدول وين اجوا ومدري شو. فهون القصص اللي حكيت لكم عليها انه الجيم فيه قصص. طبعا هاي المعركه هون بلشت حعملها نورمال. طبعا هون صواريخ كذا اذا في اي شيء بيضرب هذا حيطلع ممكن نطلع هون نطلع سفن جديده اوكي. وهون كمان لقينا واحد من الكواكب اسمه ريبلور طلع عليه اللي هي وهاد طلع فيه كان شعب ساكن هون ودمر وما بعرف شو وحيبلش شيء اسمه ذات ايراسيانز ايفنت شيء. يعني حتروح هون على السيتويشن لوج هذا الحلو فيه هون بيورجيك كل الاشياء اللي عم تعملها. فمثلا هون ميلر ريفايننج 30 اذا عندي 30 مينرال حاخذ يونيتي. هذا البريزيدنت الرئيس تبعك عنده طموح هذا طموحه انه يزيد المينرالز بالعالم تبعكم تمام. فهذا حيعطي البونس. هون مثلا حتلاقي بركوسر هذا انه لاقي 6 البرنتنت وونز هون كالتس فليت. فهون عم يقول لك انه حارب الكالتس فليت. فهون عم يذكرك الانوماليز كمان اي انوماليز حتلاقيها هلا بنشوفها لسه هذا. وهون الفيكتوري بوينتس انا ترتيبي 14 لسه عندي سكوري مو كتير عالي بس مو مشكله لسه اللعبه باولها. هي جيم تخلص انك انت تاخذ السكور تمام. انا حوقف الفيديو شوي وارجع لكم نكمل.